طيب يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن تاني موضوع من الأربع مواضيع اللي فايتنا، الـ IoT اللي هو Internet of Things. قبل ما نبدأ، السلايدز كلها عبارة عن examples، تمام؟ والـ examples دي أكيد تبقى حفظ، في حاجات برضو نحاول نفهمها قبل ما نحفظها، بس هي معظمها ما فيهاش شرح. يعني هما هنلاقي مثلا هما بتوع 50 سلايد، نلاقي بس 10 منهم هما اللي فهم، والباقي كله حفظ تمام وقراية. ففي حاجات هنلاقي بنعملها سكيب كتير لأنها بتتعاد، ومصلي بتبقى ريدنج بس. تمام، أول حاجة لازم نعرف يعني إيه Internet of Things، أو هي بتتكون من إيه. فهي عبارة عن كلمتين، Internet و Things. الإنترنت طبعا عارفينها، اللي هي الشبكة الكبيرة اللي مجمعة كل الشبكات الصغيرة، اللي هي الوايد أريا نت. تمام، الـ Things بقى هي الـ Objects أو الـ Machines اللي نقدر نعمل لها مونيتور وكنترول من خلال الانترنت. يبقى عندنا اوبجكت متوصل بالانترنت نقدر نتحكم منه من اي حته، او من اي ابلكيشن او سوفت وير. تمام، يبقى كده ده الانترنت وده الثينجز. الاي تي بقى ليها اربع اعمده اساسيه، او الفور بيلرز بتاعتها. اول حاجه الثينجز اللي هي الاوبجكت نفسه اللي بنعمل له مونيتور. ثاني حاجه الانترنت اللي هو الكونكشن بتاعها، والكوميونيكيشن ميديا طريقه ان انا ابعت او استقبل الداتا يعني، وداتا بروسيسنج ان هو اخلي الداتا ليها مينينج. تمام، فنمسك واحده واحده ونشوف التفاصيل بتاعتها. دي جرافيكال ريبريزنتيشنز للحاجات اللي ممكن تبقى اي او تي. تمام، ده برضو نفس الكلام، كل دي ديفايسز تبقى متوصله بالانترنت او الكلاود بتاع الشركه نفسها، ومن خلالها اقدر اعمل مونيتور وكنترول للجهاز ده نفسه، تمام، او ابعت الداتا او الستاتس بتاع الجهاز ده. تمام، دول بقى اكزامبلز على الحاجات اللي ممكن نعتبرها اي تي. طبعا مش بتطبق على كل حاجه يعني، حاجات حاجات لا. يعني في مثلا زي اول مثال كونكتد كارز، يعني في كارز مش اي تي، المودرن كارز دلوقتي بقت معظمها اي تي. تمام، لسه بتطبق يعني على كل الابلاينسز اللي عندنا. اول نوع مثلا كونكتد كارز، دي بتبقى كارز كونكتد بالانترنت، زي مثلا اللي بقى عندها الجي بي اس او اي فيتشر بتحس ان هي بتستخدمها عن طريق الانترنت. تمام، فده كان اول اكزامبل. والكونكتد هومز، هومز بتبقى فانكشن اوتوماتيكلي برضو من خلال الانترنت او من خلال سوفت وير على الموبايل، فكل حاجه ريموتلي يعني. وبرضو في الاجريكلتشر اللي هي الزراعه والريتيل سواء تجاره اي كان ايه، والهيلث كير والمانيفاكتشر والسيلز. فكل دي اكزامبلز مش محتاجه شرح، ده بس ايه نعرف ايه الامثله بتطبق عليها ازاي. نكمل بيت اكزامبلز. ايدرلي كير مونيتورنج، دي مثلا عمل مونيتور للناس الكبيره اللي عندها انواع من الديزيزز. يعني مثلا بيبقى بيلبسوا حاجه زي ساعه كده بتعمل مونيتور مثلا للهارت بيت ونسبه السكر في الدم كده، فدي بتبعت السيجنالز بتاعتها عن طريق الانترنت، فبتعمل ديتكت اي حاجه لو كان في خطر او كده، فبتدي اليرتس يعني. تمام، فده بقى كده اكزامبل على اي تي، لان اوبجكت متوصل بالانترنت ونقدر نتحكم منه عن بعد. البايك هيلمت كراش سنسر مثلا، في هيلمتس للبايكرز لما بيحصل اي كراش مثلا او اي حاجه بتديني اليرت عشان عندها سنسرز. تمام، لحد تاني مثلا. تالت اكزامبل الار اف اي دي سمارت جانس. الار اف اي دي اختصار لراديو فريكوينسي ايدنتيفاير، دي بتبقى زي سمول تشيبس كده موجوده في الاجهزه بتطلع ويفز. ليها كذا يوز بقى، كاما مثلا زي الديتكشن او سنسور ايا كان هي ايه. تمام، وباقي الاكزامبلز كلها عبيطه زي التنس راكت، سمارت تنس راكت، وتايب رايترز، وسموك ديتكتور، والاير كواليتي، والاكستنجوش اللي هي التقويه بتاعت الحريق. تمام، كل دي اكزامبلز عاديه تتعرف. بقيه الاكزامبلز سنسورز بتاعت فلود اليرت، مونيتورنج للهوم انرجي، سمارت دور لوكس، كل الكلام ده سهل ويدوبك ريدنج بس، تمام، ما فيهوش اي شرح. اكزامبلز على الثينجز بتاعت الاي او تي. لحد دلوقتي احنا مش عارفين حاجه، نيجي بقى كان كل دي اكزامبلز على ثينجز، نيجي بقى نشوف الثينجز دي بتشتغل ازاي. فاحنا عندنا الـ things أو الـ objects دي بتتميز بسيستم اسمه data acquisition system. بيعمل ايه السيستم ده؟ 3 حاجات، operate و monitor و control. بيشغل الحاجة الـ object دي ونقدر نتحكم فيها remotely،
وبنمونيتور الستاتس بتاعت الجهاز ده، لو في اي عطل او اي حاجه بيبعت سيجنالز كده. تمام، فنفهم بقى هو بيشتغل ازاي. احنا عندنا على الشمال هنا ده الديفايس نفسه، تمام، بيعمل بروسيس. مثلا انا عندي سنسور بيقيس درجه الحراره، تمام، فهو المفروض يبعت اشارات للسوفت وير بتاعي او الجهاز بتاعي اللي انا هستقبل عليه الداتا دي اللي هو متوصل بالانترنت يعني. فاول حاجه بيعملها بياخد سامبل من الهيت دي، لو هو كان سنسور هيت مثلا، ويعملها هول سامبل ان هول، بياخد عينه ويخزنها عنده. تمام، ليه بقى بيخزنها عنده؟ لان السيجنالز اللي هو بعتها دي الكمبيوتر مش هيعرف يستقبلها، لان دي هيت والكمبيوتر مش هيعرف يقرا الهيت. الكمبيوتر بيقرا الديجيتال بس، فالديجيتال دي اللي هي الوانز والزيروز، الكمبيوتر بيقرا وانز وزيروز بس. فاحنا عندنا لازم يبقى في كونفرتر اللي بيقفل الكمبيوتر اللي هو اي دي سي خدناها قبل كده، اللي هي انالوج تو ديجيتال كونفرتر، بيحول الداتا دي بطريقه الكمبيوتر يعرف يقراها. فهو ده بالسامبل دي بتخش على الاي دي سي عشان تتحول للديجيتال والكمبيوتر يقراها. في عندنا حاجه اسمها الام يو اكس، ده اختصار لكلمه مالتي بلكسر. ايه المالتي بلكسر ده؟ بيبقى ديفايس كده ليه كذا مدخل انبوت ومخرج انبوت واحد. بيعمل ايه؟ مثلا انا ببعت كذا هيت سيجنال في نفس الوقت، فهم كل دول بيخشوا على المالتيبلكسر من الانبوتس بتاعته، وبعدين بيطلع اوتبوت يقعد يعمل له سكان وانالايز الداتا بتاعته. تمام، فدي الميشن بتاعت المالتيبلكسر. فبناخد السامبل نعملها هولد من الديفايس وندخلها على المالتيبلكسر والاي دي سي عشان الكمبيوتر يقرا. تمام، وبعدين بقى في الكمبيوتر بعد ما قرينا السيجنالز دي او عرفنا الهيت كام مثلا، لقينا درجه الحراره عاليه وعايزين نظبطها فهنقللها، فنقدر نكنترول من البروجرام او السوفت وير بتاعنا. هنعمل له كنترول ازاي؟ هنبعت برضو نفس السيجنال بس هنا العكس، احنا قلنا الكمبيوتر بيقرا ديجيتال بس، وبالتالي البروسيس هيقرا انالوج. الانالوج عكس الديجيتال بتبقى زيرو وانز بس، الانالوج بتبقى اشاره متغيره. تمام، فبندخلها على ال DAC اللي هو الديجيتال تو انالوج كونفرت. بعد كده بيخش على الاكيتيتر زي اللي هو الموتور او الحاجه اللي هتقدر تكنترول البتاعه دي. تمام، بتدخل لها الانستراكشنز يعني اللي انا دخلتها وتحولها لي بحيث ان الديفايس ده يفهمها، وبالتالي هقدر اقلل الحراره لو كان ده سنسور الحراره مثلا او كنترول بي. تمام، من الكمبيوتر عن بعد عن طريق الانترنت. في حاجتين جوه الديفايس برضو هما مكتوبين تحت البروسيس دي، الترانسديوسرز والسيجنال كونديشننج. احنا عندنا مثلا الهيت سيجنتشر دي، فانا قلنا الكمبيوتر مش هيقراها، فالترانسديوسر ده بيحول الفورم من انرجي لانرجي تاني. تمام، فهو مثلا حول لنا الالكتريكال دي الكتريكال قصدي الهيت انرجي لالكتريكال انرجي عشان الكمبيوتر يعرف يقراها، فدي مهمه الترانسديوسر. فدي اكيد ممكن لازم يجي عليها سؤال، الترانسديوسر مثلا بيعمل ايه؟ تمام، والسيجنال كونديشن، انا عندي السيجنالز دي بتبقى متفوق، فهو بيبقى جواها حاجه اسمها سيجنال كونديشننج، بحيث ان هي تظبط السيجنالز دي تبقى في رينج واحد كفريكونسي واحده يعني عشان تتقل. تمام، فده كان العمليه اللي بتحصل جوه الاوبجكت وازاي بنعملها كنترول عن طريق البروجرام او السوفت وير بتاعنا عن طريق الداتا اكوزيشن. تمام، يبقى كده خدنا الاكزامبلز عن ده كان اول بيلر ثينجز، خدنا الاكزامبلز عليه وازاي كان السيستم بتاع الداتا اكوزيشن سيستم. نيجي بقى الامبيدد سيستم. الامبيدد سيستم ده طالما عندنا الديفايس بتاعنا جواه الداتا اكوزيشن سيستم، الداتا اكوزيشن سيستم بلس ان هو كونكت الكمبيوتر عن طريق الانترنت، ده كده على بعضه بقى امبيدد سيستم. تمام، سيستم متكامل اي تي نقدر نعمل له اوبريت ومارتر كنترول. تمام، فبيقول لك ان any device that runs on electricity either already has or soon will have a computing system embedded within it. يعني ايه؟ اي جهاز بيران electricity لازم يبقى جواه، اذا ما كان لازم يبقى جواه embedded system، حتى لو ما كانش فيه يبقى soon هيبقى فيه. زي الكارز القديمه دلوقتي بقت كلها تنزل بالembedded system بتاعها اللي هو الاي تي. تمام، فكل دي تبقى تبع الامبيدد سيستم. تمام، لازم اي اي او تي يكون جواه الديتا اكوزيشن سيستم وكونكتد بالانترنت والكمبيوتر او السوفت وير بتاعه. تمام،
نيجي بقى الاكزامبلز على البروسيسورز. طبعا البروسيسورز دي لازم نعرف يعني ايه الداتا بروسيسنج. الاول مثلا الديفايس بيبعت داتا، فانا بعمل لها حاجه اسمها بروسيسنج. بروسيسنج يعني ايه؟ احول الداتا دي لميننج بحيث ان انا افهمها واقدر اتعامل معاها، تمام؟ فالبروسيسور هو اللي بيعمل الكلام ده. فدي انواع من البروسيسورز، هي دوبك بس حاطط الاسامي بتاعتها مشتركه، تمام؟ فهو اول نوع الجنرال بيربز بروسيسور، وليه اسم تاني السوفت وير سوليوشن. ده عباره عن ايه؟ الجنرال بيربز ده اللي هو البروسيسور بتاع اي جهاز عادي، كمبيوتر عادي عندنا في البيت، تمام؟ ليه سميناه سوفت وير؟ لاننا بنقدر نشغل عليه الابلكيشنز، يعني نعمل سوفت وير للسيستم ده نقدر نكنترول بيه الديفايس، تمام؟ عشان كده سميناه سوفت وير سوليوشن، تمام. تاني نوع السبيشال بيربز، ده بيبقى هاردوير اكيد عكس سوفت وير. فوق كنت اقدر اعمل ابلكيشن اكنترول بيه الديفايس ده، تحت ده لا، ده ما فيهوش سوفت ويرز، كله هاردويرز بس. زي مثلا اي جهاز مش بشغله بسوفت وير، الغساله مثلا. لو في غسالات مودرن قوي تبقى اي او تي، بتبقى البروسيسور بتاعها مش هحتاج سوفت وير كابلكيشن عشان اشغلها، بيبقى ليها سبيسيفيك بيربز ان هي تشغل الغساله وتطفي. فده هاردوير سوليوشن، كله هاردوير ما فيهوش سوفت وير بس، تمام. ده كده اول نوعين، السوفت وير والهاردوير. ثالث نوع اللي هو الاي اس اي بي، ابلكيشن سبيسيفيك انستراكشن، ده بيبقى زيهم بالظبط بس حاجه وسط ما بينهم، تمام؟ او ميكسشر ما بينهم، بيبقى فيها هاردوير وسوفت وير، تمام. المايكرو كنترولرز اللي هو او المايكرو تشيبس اللي هم اللي تحت دول. نشوف بس اختصاراتهم الاول، اي اس سي اي اي اس اي سي اس، تمام؟ ده اختصار والله نسيته. ابلكيشن سبيسيفيك انتجريتد سيركت، تمام. دي بعمل البروسيسور ده بيبقى مخصص لابلكيشن معينه، جاي من اسمه ابلكيشن سبيسيفيك انتجريتد سيركت، بيتوصل على السيركت بحيث ان يبقى ليه ابلكيشن واحده بس او معينه بس يعملها، تمام. فكده عرفنا اختصاره وهي وظيفته. تاني نوع الفيلد بروجرامبل جيت اري، ده برضه نفس الاي سي بس ده بروجرامبل. يعني ايه بروجرامبل؟ مثلا انا هحطه عندي في الديفايس، تمام. بعدين بعد ما احطه، مثلا هو كان انا حاطه بوظيفه معينه، اقدر وهو برضه في نفس الجهاز اعمل له بروجرامنج بحيث ان يغير الانستراكشنز بتاعته، تمام. فده الفرق بينه وبين الاي سي، تمام. الفيرموير قلنا هنخش فيها في الاي تي، قلنا الفيرم وير هي حاجه ما بين السوفت وير والهارد وير، ما هياش حاجه هارد ملموسه، ما هياش سوفت وير ابلكيشن اقدر اتحكم بيه. فيرم حاجه ثابته، دي بتهولد الانستراكشنز او الداتا ثابته اللي بقدر اعمل منها مونيتور كنترول زي بروسيسور يعني، تمام، للديفايس ده، تمام. الاي بي كورز ده برضو نوع من الاف بي جي اي، تمام، بس اذكى شويه. واي بي هنا مش اختصار لانترنت بروتوكول، ده اختصار لانتلكتشوال بروبرتي، تمام، انتلكتشوال بروبرتي كور زي الاف بي جي اي بالظبط. فدول كانت انواع بروسيسورز، الامبيدد بروسيسور اللي جوه الديفايسز بتاعت الاي او تي اللي اقدر استخدمها في الديفايسز بتاعتي. هي كانت مجرد اكزامبلز وانا عملت سيرش عليها وعرفت كل واحده كتفاصيل، يعني يا دوبك ايه عشان نعرف هي بتعمل ايه ونفهمها، لان هو اكيد مش هيسال على ديتيلز عميقه، تمام. هنا ممكن اسال حاجه؟ اتفضلي. هو انا اصلا فكره الاي او تي على بعضها انا مش داخله دماغي، يعني ايه يعني فكره ايه؟ مش سامع. الاي او تي على بعضها الفكره نفسها مش داخله دماغي. من حيث ايه؟ فاهمه ايه؟ مش فاهمه ايه الكلام، يعني مش مستوعبه. مش مستوعبه الديفايس نفسه الاي او تي ده بيعمل ايه او بيشتغل ازاي، ده عباره عن ايه اصلا، او ده بنستخدمه في ايه او كده يعني. ماشي، هقول لك. مثلا انا عندي العربيه، هي لا، في عربيات عندنا مش موصله بانترنت، عربيات عاديه، تمام. في عربيات فيها ديفايسز مودرن، يعني كزي ككمبيوتر جوه العربيه، بيبقى في شاشه كده زي بيبقى فيها جوجل مابس واوبشنز كتير، تمام. فيها مثلا الابلكيشن بتاع جوجل مابس ده اكيد كونكتد بساتلايت بالانترنت او بشركه جوجل نفسها، فده كده اي او تي، لان ده اوبجكت، تمام، متوصل بالانترنت وفي امبيدد سيستم، فكل ده على بعضه
ده اسمه IoT عشان جواه الـ Embedded System ده، هو connected بالإنترنت عشان يعمل purpose معين بالسيرفرز بتاعت شركة معينة، تمام؟ فهو بيهولد بياخد الداتا بتاعت اللوكيشن من عن طريق الساتلايت والإنترنت ويروح يبعتها لجوجل السيرفر، وبالتالي أنا بعرف مثلا مكاني فين في الماب أو همشي إزاي والكلام ده. في أي examples على زي الإكزامبل بتاع العربية ده، هو ده كده الـ device الـ IoT، تمام؟ أوكي تمام تمام كده خلصنا أول pillar اللي هو things. عندنا تاني pillar اللي هو الإنترنت. أول حاجة عندنا كان هم مظبطهم بالترتيب، يعني مثلا كان عندنا أول حاجة الكمبيوتر، كان السنجل يوزر يستخدم الكمبيوتر اللي عندنا إحنا بس اللي بنستخدمه، تمام؟ وبعدين عملنا حاجة اللي هي الكلاينت أو السيرفر، بتبقى كذا كمبيوتر متوصلين ببعض وأقدر أنقل الداتا من عليها، تمام؟ بعد كده عملنا الجلوبال نتوركس. الجلوبال نتوركس دي كانت قبل ما الانترنت الكبير تتعمل، كان كل مثلا قاره بيبقى ليها نتورك بتاعتها، كل الكمبيوترات بتاعتها متوصلين، تمام؟ بعد كده جت الانترنت بقى جمعت كل ده مع بعض، خدت كل الشبكات دي جمعتهم بشبكه واحده كبيره وسميناها الانترنت. فهو بيقول لك الستبس ازاي وصلنا للانترنت، عن طريق اول حاجه كان كمبيوتر، بعد كده وصلناهم بالكيبلز، بعد كده مبقاش كيبلز، وبعدين جمعناهم كلهم في الانترنت الكبير. اخر حاجه بيقول لك ان اي equipment او device لازم يكون عنده ال NIC. ايه ال NIC ده؟ ال Network Interface Card. ده بيعمل ايه؟ الكارد عشان يبقى connected بالانترنت او بالشبكه دي، تمام؟ وليه يونيك اي بي ادريس؟ طبعا احنا عارفين الاي بي ادريس، كل device ليه اي بي ادريس يونيك عشان اعرف انادي بيه على الديفايس، تمام؟ يبقى ده كان تاني بيلر الانترنت. تالت بيلر بقى الكوميونيكيشن ميديا. انا ازاي بقى هنقل واستقبل الداتا دي؟ ازاي هبعتها للسيرفرز وترجع لي تاني بالسيرفر؟ فبرضه بالترتيب زمان كانوا بيستخدموا حاجه اسمها البي اس تي ان، البابليك سويتشنج تليفون نتورك. دي اللي هي الشبكات التليفون الارضي زمان، زي مثلا ما كنا بنحب نوصل النت عن طريق التليفون الارضي كنا بنجيب حاجه اسمها المودم، ده كان بيعمل لي كونفرت الداتا دي بحيث ان انا اقدر اترانسميت الداتا ما بين الخط ده والبي سي بتاعي، تمام؟ فكانت طريقه اصلا قديمه والانترنت بتاعها ضعيف جدا، فكانت طريقه كانت اول طريقه بدائيه كانوا بينقلوا الداتا عن طريق النتورك دي بتاعت شبكات التليفون الارضي، تمام؟ وبعدين جه غيروا بقى حوار الكيبلز دي وبقت بالمايكروويفز عن طريق مثلا الاشارات بتاعت الابراج، البرج بيبعت للبرج اللي جنبه وهكذا عن طريق الداتا دي بتتبعت بالمايكروويفز، تمام؟ وبعدين بالساتلايت بالقمر الصناعي بقى في نتوركينج بالقمر الصناعي. وبعدين جينا للموبايل نتوركس اللي هي الانترنت اللي بقى الداتا اللي على الموبايل بتاعنا سواء ببرج الشبكه او ايا كان، تمام؟ الجي اس ام اختصار لجلوبال سيستم موبايل كوميونيكيشن. وبعدين الواي فاي طبعا معروف عندنا اللي هو الوايرلس لوكال اير نتورك، تمام؟ وبعدين جه حاجه اسمها اللاي فاي، بس دي مش مستخدمه، بيعمل ترانسميت للديت عن طريق اللايت، يعني بيستخدم اللايت اللي حوالينا ان هو ينقل من عن طريقه الديتا دي. اكيد حاجه هتبقى سريعه بس هي لسه مش مطبقه قوي او لسه ما اتقنهاش يعني. بس جه حاجه احسن منها اللي هي الفايف جي اللي هو زي الموبايل ديتا كده، بتبقى بجنريشنز اساس كل بيطوروا كل جنريشن بيزودوا من حيث الباند بقى والفريكونسي والكلام ده. اخر حاجه وصلنا لها اللي هي الفيفث جنريشن من حيث البروب باند سيلر نتوركس، تمام؟ فدي كانت ستيبس او بالترتيب كده ازاي طورنا من الكوميونيكيشن ميديا دي او كانت بتتبعت ازاي عن طريق كل دول كنا طرق من زمان لحد دلوقتي بنبعت بيها. فده كان ثالث بيلر عندنا اللي هو الكوميونيكيشن. اخر بيلر عندنا هو الداتا بروسيسنج. قال عايز اعمل بقى بروسيسنج للداتا، ان انا احولها لداتا ليها انفورميشن اقدر افهمها. فاحنا عندنا اللي قلنا زي ما انه مايكرو تشيبس او مايكرو بروسيسرز اللي هو زي الامبيدد بروسيسور اللي احنا شرحناها، دي بتبقى لو باور بروسيسر، بروسيسر ما بيستهلكش طاقه كتير ويبقى ارخص واصغر. زي ما انا قلت مثلا البروسيسور بتاع الغسالة انا محتاجه بس عشان
يطفي ويشغل غسالة، مش هحتاجه في أكتر من كده. فده ده كده يعتبر مايكرو بروسيسور، تمام. لو بقى تاني طريقة الكلاود كومبيوتينج، مثلا أنا هبعت الداتا دي العربية، وتبعت اللوكيشن بتاعها للسيرفر بتاع جوجل عن طريق الكلاود كومبيوتينج على الكلاود بتاعها، وبالتالي هترجعها لي الداتا دي اللي تعرفني اللوكيشن بتاعي من نفس الكلاود، تمام. كل ده عن طريق الانترنت. فعرفنا المايكرو بروسيسور ديفلوبمنت والكلاود كومبيوتينج. الاتش كومبيوتينج دي حاجه عامله زي الكلاود كومبيوتينج بالظبط، بس بتبقى كلوكيشن اقرب. يعني ايه الكلاود كومبيوتنج؟ عارفين الكلاود كومبيوتنج بتبقى سيرفرات على مدى بعيد وكونكشن عالي وبتاع. فالادج كومبيوتنج دي حاجه تبقى على الضيق اكتر، تمام، من حيث ان هي تبقى اسرع من الكلاود كومبيوتنج، تمام. السوفت وير ديفلوبمنت محتاجين تولز وامبيدد سوفت وير. كمثلا انا عشان لازم اعمل مثلا سوفت وير عشان اكنترول الجهاز ده، عندي تلفزيون مثلا، ممكن بدل ما اتحكم بيه من على الريموت اتحكم بيه من على الموبايل، انزل ابلكيشن وكونكت بيه بالانترنت، كان كونكت الموبايل بنفس الشبكه اللي متوصل عليها التلفزيون، واعمل ايه كنترول من عليه، تمام. فده التولز او امبيدد سوفت وير جوه، تمام. وانا محتاج طبعا داتا ساينس كداتا ساينتست وبزنس كونسلتنتس عشان يعمل لنا اناليز للداتا دي ويعرفوا يتعاملوا معاها، تمام. فدول ناس مختصه في الكلام ده. فدي كان اخر بيلر عندنا اللي هو داتا بروسيسنج في الاي تي. فكده خلصنا البيلرز الاربعه، الثينجز والانترنت والكوميونيكيشن ميديا والداتا بروسيسنج. اللي ده تقريبا كان يعتبر الشرح كله في السلايدز كلها، الباقي كله اكزامبلز كتير، ومش عارف هيجي اسئله عليها ازاي، بس هنحاول نقراهم كلهم. دي سبورتنج تكنولوجيز، حاجات بتدعمها الاي او تي، مثلا ان هي عندها هاي فريكونسي لان هي بتبعت مثلا على ديستانس عاليه، واللي عندها حاجه اسمها المليمتر ويفز، دي بتبقى ويفز طويله جدا، تمام، وبترينج من زي ما هو كاتب من 30 تو 300 جيجا هرتز والكلام ده. وتاني حاجه عندنا بتسبورت اتنين تايبس من البروتوكولز، هنا الاي بي اللي هو الانترنت بروتوكول بقى، الفيرجن 4 وفيرجن 6. احنا خدنا في شابتر 6 اللي هو الاي بي فيرجن 4، اللي هو الاي بي اللي عباره عن 32 بت، تمام. هنا في اي بي تاني بيبقى اكبر من عشان بيزود مثلا عدد اليونيكنس بتاع الاجهزه، يبقى كل بيزود عدد الاجهزه الاساين، تمام، لان كده عدد البيتس زاد، فبالتالي هيبقى فرص ان انا كل واحد يبقى ليه يونيك نمبر يعني اكتر. والام اي ام اس ده حاجه ميكانيكال سيستم تبع الاجهزه، تمام. والريموت سنسرز، يعني عندي سنسرز مثلا في مكان بعيد اقدر اعرف الداتا بتاعتها وتبعتها لي واستقبلها واغيرها وكده. وزي ما قلنا الجي بي اس اللي هو جلوبال بوزيشنج سيستم، ده نفس الكلام. كل دي تكنولوجيز بيعملها سبورت الاي تي. دي اكزامبلز على السنسرز. اول سنسر ده الاوبتو الكترونكس اللي هو بيقولوا عليه اللي هو الكهروضوئيه او الكهروبصريه، انا مش عارف هي بتعمل ايه، بس هو كاتب الويف ريفلكتر، بس احنا نعرفه كاكزامبل عشان لو جه سالنا عليه، الاوبتو الكترونكس سنسر، تمام. والباقيين دول عاديين جدا اللي هو فلو سنسر والليفل سنسر وبريشر وتمبرتشر وهيوميديتي وفورس. كل دي سنسرز ممكن تشتغل بالاي تي وكنترول ومونيتور عليها من بعيد. برضه نفس الكلام، يجي يقول لك بقى ايه هو الاي تي. عرفناه عباره عن انترنت وثينجز، انترنت ده الكونكتيفيتي. هنا جه يعرف برضه الاي تي تاني، قلنا الاي تي عباره عن اختصار لكلمه انترنت اوف ثينجز، عباره عن انترنت وثينجز. عرفنا الانترنت اللي هو الكونكتيفيتي اللي انا باكسجينج الداتا من عليه، تمام، والثينج هو الاوبجكت نفسه اللي كونكت الانترنت، سواء كان ديفايس فيكل سوفت وير سنسر اي حاجه من الكلام ده، تمام. دي equation بيقول لك انا عندي مثلا physical object زي التلفزيون، لو مثلا اتحط له sensor و processor و actuator و net connection. net connection هنا معناها ال NIC ال network card interface، تمام، عشان يستقبل انترنت بلس الكونكشن بتاع الانترنت. كده بقى الجهاز ده عندي بقى IoT، طالما بقى فيه متوفر الحاجات دي بقدر اكولهم ال IoT. دي قلناها قبل كده ان اي ديفايس بيرن على الكتريستي يا اما هو اي تي او سون هيبقى اي تي.
بيقولك بقى اتس ماست ان اي جهاز يبقى ريدي للانترنت كونكشن دي، سواء باي طريقه، يا اما عنده نتورك كارد او بي اس بي او بالواي فاي، تمام. ومانيفاكتشرز بيكونسيدر الكلام ده في كل الديفايسز اللي يبتدوا يصنعوها بعد كده، ان هي تبقى اي او تي. بعد ما عرفنا كل حاجه عن الاي او تي، ايه نتج عن كده بقى؟ ايه اللي حصل بعد ما بقى عندنا اجهزه اي او تي؟ بقت عندنا سمارت اوبجكتس، عندنا الاجهزه بتاعتنا بقت سمارت كذكيه، تقدر تتعامل، نقدر نتعامل معاها بسهوله، تمام. وعندنا ماشين تو ماشين كوميونيكيشن، بالطريقه دي الماشينز ابتدت تفهم بعض عن طريق الداتا اللي بتعملها ترانسميشن. وعندنا ابلكيشن موبيلتي، اللي هي بقت عندنا فليكسيبيليتي، ان احنا بنعمل معاها بكل مرونه، تمام، لان بنفهم الداتا اللي بتعمل لها بروسيس. عندنا اناليتكس والجوريزم، تمام، والماشين ليرنينج، والكوميرشال اي تي والاندستريال اي تي. الكوميرشال اي تي اللي هي الاوبجكتس اللي بنستخدمها في التريدنج، والاي تي الاندستريال حاجات في الصناعه. فالزمان بيقول لك ان هو بيستخدموا الستيم اول حاجه، البخار، بعد كده الالكتريستي كهرباء، بعد كده بنستخدم الديجيتال اللي هي الزيروز وونز، بعد كده الاندستري فورث جنريشن اللي هي الاي تي ديفايسز. فكل دي كانت نواتج عن بعد ما استخدمنا او عملنا الاجهزه الاي تي، تمام. فده المجالات بقى اللي ابتديت اطبق عليها الانظمه الاي تي دي. فكان عندنا اول حاجه الترانسبورتيشن، النقل، تمام، سواء العربيات او اي مكان. الاريجيشن اللي هو الري مثلا، اللي هي التراكترز اللي بتسقي الزرع والكلام ده كله، ده بتبقى كنترول عن طريق الانترنت. والترافيك كنترول، والدرينكينج ووتر والريس ووتر وسمارت هومز، تمام. فكل دي اكزامبلز في مجال السيفل انجينير اللي اقدر اطبق عليها الثينجز اللي هي الاي او تي. وده اكزامبل برضو، ان ده عندنا ووتر ليك ديتكتر، ديتكتر بيكتشف لو فيه تسريب في المياه، ومتوصل بانترنت عن طريق الواي فاي او الايثرنت، تمام، او متوصل بالاثنين عشان يبريفنت الايرورز. برضه ابلكيشنز في الميكانيكال انجينيرنج زي اندستري فورث جنريشن زي ما قلناها، والاوتوموتيف اللي هي العربيات. وده قلنا الكونكتد كارز الاكزامبل على الاي تي قلناه. وبرضه في الالكتريكال انجينيرنج زي الباور نتوركس. الباور نتوركس دي نتورك بقدر اتحكم فيها بالباور، سواء جنريشن وترانسميشن وديستريبيوشن، فدول بتبقوا اي تي برضه، كنترول ريموت. والسمارت ستريت لايتنج بتبقى مواليد النور اللي هي اللي في الطرق، برضه كنترول بالاي تي. في السلايد اللي بعديها شرحها بالتفصيل. والانرجي سيفنج ابلكيشن، قلنا مثلا انا جهاز هعمله وكنترول بحيث ان انا اسيف الانرجي بتاعه، تمام، من حيث الداتا الترانسميشن اللي هو بيبعتها لي. فده بيقول لك على السمارت ستريت لايتنج. اصلا هو كل ده اكزامبلز، يا دوبك تتقري، تمام. يعني كل ده دي بقيت سمارت هومز، تمام، بتعمل ايه او ايه الفيتشرز اللي بتقدمها. ودي سمارت سيتيز نفس الكلام، ريدين، ودور التكس اللي برضه الاي او تي، تمام، ليومنا هي لو كانت عايزه تشوف ايه مثلا الحاجات او استخدمها ازاي. او ده للهيلث مثلا، عندي سنسورز تبقى على جسمي كده، وتبعت السيجنال بتاعتها للسيرفر او بالنتورك للسيرفر، تمام، تعملها انالايز، وبالتالي تديني فيدباك عن طريق السوفت وير اللي على الموبايل تاني، تمام. ودي ابلكيشنز انترناشونال بتدعم الاي تي، بتعمل سوفت وير الاي تي يعني، سواء جوجل او ابل او امازون او ازور، وازور دي تبع مايكروسوفت. الاركتكشر بقى بتاع الاي تي ديت، يبقى في لينا البناء بتاع الداتا بتاعت الاي تي عباره عن 4 layers. الباوندريز بتاعتها هتبقى الديفايس والكلاود، تمام، ما بينهم بقى حاجة الاوبريشنال والاكسكيوتيف. مثلا انا عندي اول حاجة الداتا بتبقى في الديفايس، تمام، فبتروح بتعمل الاوبريشنال، في بيبقى فيها اوبريشن بتعملها، والاكسكيوتيف اللي هي التنفيذ بقى، تمام. وكل ده بيتم عن طريق الكلاود، سواء الداتا دي ترانسميتد يعني، وبناخد الكلام ده بحيث ان انا ارجع اعملها كنترول ومونيتور من هنا، تمام، او من السوفت وير بتاعي. بعد كده عندنا critical issues، مشاكل بقى بتقابل الـ IT،
مثلا كبرايفسي، انا الداتا دي اللي داخله عماله تروح رايحه جايه في السيرفرز بتاعت شركه معينه مثلا، فهل انا كده ما عنديش برايفسي؟ او ايه اللي يضمنني ان الداتا دي برايفت، تمام، ان هي بتاعتي انا بس؟ اكيد في كذا واحد بيأكسس عليها. ونفس الكلام في السكيورتي والداتا اونرشيب، هل الداتا دي بتاعتي ولا بتاعتهم؟ والباد ديبلويمنت اوف بيج داتا، البيج داتا دي في الشابتر الجديد هنعرف هي ايه، نشرحها بالتفصيل، تمام. ففي من مشاكل الاساسيه بتاعت الاي تي البرايفسي سكيورتي والداتا اونرشيب، ان انا مش عارف اكيد بياخدوا الداتا دي يبيعوها مثلا، او حد غيري بيأكسس عليها هكذا، تمام. فدي من مشاكل الاي تي. دول برضو بلاتفورمز بتدعم الاي تي، اكزامبلز زي ما قلنا الامازون ويب سيرفيس والازور والاي بي ام والكلام ده. السلايد دي مثلا عندنا زي الامازون ويب سيرفيس ده اللي هو اي دبليو اس، ده بيعمل ايه؟ مثلا انا عندي عربيه كونكتد بالاي دبليو اس ده، تمام، بتديني فيها سنسرز، العربيه دي بتديني بتعمل ترانسميشن للديتا وبتبعتها للاي دبليو اس ده. فالاي ده اي دبليو اس ده بيروح يعمل بقى يخليها ليها معنى، وبحيث الكنترول اللي انا عايزه، بعد كده يبعت الالارت تاني للعربيه. زي هنا مثلا بعد ما خدنا الداتا من العربيه دي عن حاله الطريق او performance بتاع الطريق، راحت على الاي تي ده عملها بروسيسنج، بعد كده رجعت بالالارت قالت لها ان warning roads are slippery، تمام. ده بناء عليه، بناء على الداتا اللي حصلها ترانسميشن، تمام. فده كان اكزامبل على سيرفيس من السيرفيسز اللي بتدعم الاي تي. دي برضو اكزامبلز قلناها في الكلاود كومبيوتنج. هنا دي بقى السيرفيسز اللي بتقدمها امازون في مختلف المجالات. هنا في الاندستريال يعني بيقول لك ان هي بتساعد في البيلدينج اندستري، سواء الابلكيشن بكواليتي معينه نقدر نمونيتور الاوبريشنز، مش لازم نبقى في نفس المكان يعني. والكونكتد هومز زي ما قلنا نعمل مونيتور وكنترول للهومز، وفي اوتوميشن برضو بالاي دبليو اس. وبرضه سواء في الكوميرشال، سواء تجارة أو ترافيك أو أيا كان، في عندنا بعد الأمازون المايكروسوفت. بيقول لك إن مايكروسوفت تقريبا عندها كل حاجة، إن هي عندها كلاود ستورج وماشين ليرنينج وأي تي سيرفيس، وكمان عندهم الأوبريتنج سيستم بتاعهم، تمام، وكمان عندها كومبليت سوليوشن أي تي بروفايدر. فمايكروسوفت عندها كل حاجة بتدعمها، تمام، تدعم كل حاجة، يعني إن هي يبقى عندها أي تي سوليوشن بروفايدر. وده اكزامبل تاني غير امازون ومايكروسوفت، سيلز فورس، تمام. نفس الكلام برضو زي الكلام اللي فات هو ديزاين تو باور ان اون يوز اي تي بلا بلا بلا، كله ريدنج. وبوش برضو دي انذر كومباني يعني بتدعم الاي تي، دي اكزامبلز عليها. وابل نفس الكلام، وجوجل برضو جوجل كلاود بتدعم الاي تي، ده بيبقى كور برضو بيتحكم بالسيرفرز بتاعت جوجل، سواء ببعت الداتا وترانسميت من عليها بس، وكونكتد الديفايس دي بالكلاود بتاع بالكلاود بلاتفورم بتاع جوجل نفسها. او اخر سلايدين دول الاي اي اي تي الاختصار الاندستريال انترنت اوف ثينجز. بيقول لك ان اي نيو انتليجنت برودكت لازم يبقى عنده حاجه اسمها او بي سي. ايه الاو بي سي دي؟ او الـ OLE اختصار لـ Object Linking and Embedding for Process Control، يعني لازم عندها الـ OPCD بحيث ان هي بتبقى لينك للانترنت، تمام، وعندها الـ Embedded Processor بتاعها. لو قلنا اي جهاز كان سواء اي جهاز Electrical يا اما IT او هيبقى IT، فلازم يبقى عنده اي New Intention Product لازم عنده الـ OPC اللي هو الـ Linking ما بين الـ Device والـ Software او الكمبيوتر بتاعي عن طريق الانترنت، وعنده الامبيدد سيستم ده، تمام. بعد يبقى عندي كده فهيبقى عندي data access والhistorical data والالارم والكونديشن وكل الحاجات اللي انا اقدر استفيد بيها من خلال الاي تي بتاعي. بس وهنا اللايرز بتاعت الاي اي او تي، او اللاير ده بتبقى مثلا دي السنسور نفسه اللي هو اصغر لاير فيه، كل بعد كده كل ده بنكبر لاير بتاعتنا، فده على مستوى السنسور، بعد كده ده على مستوى البي سي نفسه، بعد كده ده على مستوى البرودكشن او مينتنس، واللي فوقيه على مستوى الشركه بتاعتها. فكل الديتا دي بتروح للكلاود وتعمل لها بروسيسنج، وبعدين ترجع تاني للديفايس، تمام، او اي لاير فوق.